في باريس دعت قوى سودانية معارضة لتنحي البشير وإقامة ترتيبات مرحلة انتقالية، وذلك في ختام اجتماع قيادة قوى نداء السودان بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكد الاجتماع رفض مبادرات الحوار التي طرحتها الحكومة وانسحابها من خارطة الطريق الموقع قبل 3 سنوات في أديس أبابا. الدعوة إلى تطوير إعلان الحرية والتغيير إلى جبهة لإسقاط النظام وبناء الوطن الجديد. نداء السودان يدعو لتنحي البشير ونظامه وإقامة ترتيبات انتقالية ديمقراطية في السودان. قضايا الحرب والسلام وتحقيق العدالة يجب أن تكون ضمن حزمة متكاملة للترتيبات الانتقالية. قوى نداء السودان في حل من خارطة الطريق وتعتبرها جزءاً من الماضي.